يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: حابة أكتب لكم معاناتي اللي ما خلصت، أحس إنه كل مرة صعب أكون سعيدة. أول شيء أنا حبيت ولد عمتي وتبادلنا الحب باحترام، لا خرابيط ولا شيء، كانوا كل الأهل يعرفون عننا. وكمل 10 سنين، بس ولد عمتي كان معرس، ولأنه تزوج بعمر 16 كان مغصوب من أبوه، لأنه أبو البنت قبل لا يتوفون قال له ولدك بياخد بنتنا وخداها. المهم اللي أعرفه عايش معاها احتراما للعشرة بينهم. بس يوم علمها إنه بياخذني زعلت مثل أي أحد، ومن حقها وما في أحد يرضى. بس عمتي كانت رافضة إنها تزوجني ولدها، خايفة عليه من أهل زوجته، لأن أهل زوجته راعيين سحر ودايم يأذون ولد عمتي، ودايم مسكين بعلاج من مطوع لمطوع. حاول بكل جهد والكل وقف معانا إنها توافق، بس رفضت وكنسل الخطوبة. أنا وقتها تعبت وبكيت بكل ما فين، وعشان أنسى دخلت مركز تحفيظ وقلت أحفظ كتاب ربي وأتقرب منه وأعيش حياتي. وكم شخص رفضته عشان حبنا، بس قلت لا، أول واحد يدق الباب بتزوجه عشان أنسى. والحمد لله مرت 3 سنين والشهور، وأنا الحمد لله قريبة من ربي، وكنت كل يوم أقرأ سورة البقرة وأتم أصيح وأتضايق وأقوم أصلي صلاة القيام والوتر ما أخليها. مرت الأيام وتقدم لي واحد من قطر، وهالشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بس كان متزوج. أنا قلت بوافق عشان أنسى، وأهلي كانوا رافضين. بكيت وقلت لا تتدخلون في قراري، وكثير ناس تكلمت عليه لأنه على كرسي، بس هو إنسان عايش حياته، يسافر ويتحرك ويسوق ويخدم نفسه، ما أحس إنه ناقص، وهو مو بكبير، فرق بيننا 5 سنين. هو مقصده من الزواج وحدة تساعده وتحن عليه، لأن الزوجة الأولى مهملة وما تدري عنه، أهم شي شغلها وربعها وطلعاتها، وهي أصلا خدت الجواز القطري منه وتغيرت بالمرة عليه، وغير برامج الألعاب والسوالف اللي تصير أهملته واتجه صوبي، وخلاص كل وقته معاي، والله رزقني منه عيال ولك الحمد. بس اللي مزعجني الكلام اللي يطلعوه علي، وإنها علمت عياله الحقد عليه وعلى أبوهم. أنا أقدر أتخطى كلامها، بس أحيانا تتعب نفسيتي، والله عوضني فيه صدق، طيب وحنون وكل شي فيه، وعمري ما حسيت بالنقص معاه. الحل متى هالكلام اللي ما يخلص عليه؟ نفسي أعرف الين متى أقدر أتحمل. الناس ما يخلون أحد في حاله، المشكلة فيك أنت، نظرتك للحياة سلبية، والدليل بداية قصتك كاتبة معاناتي اللي ما خلصت وصعب أكون سعيدة. أنت ركزي على النعم اللي عندك واستانسي، وهذا خيارك، أنت قررتي تتزوجي واحد متزوج ومن احتياجات خاصة، المفروض تتحملي هالشي وتكوني جاهزة للكلام اللي يطلع عليك، وجاهزة لردة فعل زوجته وعياله. والله يوفقك يا رب ويكتب لك كل خير. القصة الثانية تقول صاحبة القصة: أنا تزوجت من سنة ونص، وفي بداية زواجي كنت إنسانة محبوبة عند عائلة زوجي، وبعد 2 شهر من زواجي صارت مشكلة بسيطة، اللي هي إنه أخت زوجي قالت تبي تروح للجامعة تسلم الكتب حق الجامعة وتاخذ بنت خالها معاها اللي هي صديقتها. وأنا طبعا جتني غيرة، قلت أروح معه لأن ما يصير تكون بنت خاله وأخته في نفس السيارة. أنا طلعت معاهم، وزوجي كان طول الطلعة كان مهتم فيها أكثر مني. نزل البقالة يسألها إيش تبين ويناديها باسمها، وأنا ما كان يناديني باسمي أبد، كان يقوله أنت وش تشربي مثلا، وش تبي تاكلي كده بس، ونزلنا نتغدى بعدين، ويجلس يعزمها ويقول لها كلي وغيره، أنا ما يعبرني نهائيا. أنا استغربت من حركاته، والغيرة بدت تقتلني، أنا معصبة بس قلت عادي هالمرة. واليوم الثاني قالت أخته تبي تروح الاستراحة هي وبنت خالها، وإنه زوجي هو اللي ياخذها. أنا ما عجبني إنه بنت خالها تجي معه في السيارة، وأنا زعلت وطلعت غرفتي، وجت أخته اللي أصغر قالت لي كلام من راسها إنه بنت خالهم ترى تحب زوجك وغيره. المهم أنا صدقت وقلت لزوجي كل شيء، إنه أنا ماني راضية تاخذ بنت خالك وأختك. أنا ما تعودت على هذه العادات إنه أطلع مع ولد عمتي أو ولد عمي وغيره، هذه معناها عندنا عيب. هو ضحك واستغرب، وأمه كانت تبي شيء من زوجي فدخلت الغرفة. إذا تستغربوا وتقولوا كيف تدخل الغرفة، هي عادي عندها تدخل كده بدون ما تستأذن. المهم
على طول هو قال لها بالموضوع اللي كلمته عليه، وانه انا ما ابيه يخبرها لانه اعرف انه هي رح تعلم بناتها وبتكبر المشكلة. هي قالت بنت اخوي مثل اخته ولا تزعلي من هالموضوع. قلت لها المهم انا ما ابي يتكرر مرة ثانية، زوجي ما راح ياخذها، عندها اخوان وعندها اب، احنا مو ملزمين فيها وخلاص. بعد فترة شفت البيت كله قلب علي، يكرهوني ولا ينادوني للعشاء ولا يكلموني. والسبب اني ليش قلت ما ارضى بنت خالك تجي معك في السيارة، صارت اختي اللي تدرس بالجامعة تكرهني كره، وانا ما سويت شيء، وتلمح لي في ستوريات الانستا وغيره ولا تسلم علي، وكانوا يتجمعون هي وخواتها الكبار ولا يقولون لي، يخلوني وحدي وانا مكتئبة واطفش اجلس بروحي. جلست فترة طويلة وأنا ما حد يكلمني، وكلها مشاكل ذيك الفترة، والسبب إنه ما عجبني بنت خالهم تيجي معانا. واعترفت أخته بهذا الكلام قبل شهر وخبرتني كل شيء وسامحتها، بس ماني قادرة أتقبلهم كلهم، حتى أخو زوجي اللي ما يخصه في الموضوع شيء كان ما يحترمني لما صارت المشكلة، حرفيا كل البيت كارهيني والسبب تافه. معلش بس الغلط من زوجك، يعني كان لازم هو يحترمك ويقولك إذا مو عاجبك هذا الشيء ما راح أعمله، هو السبب ولازم تفهمين انه ما يدخل طرف ثالث بعلاقتكم، وانت من حقك تغاري على زوجك، ومو من حقهم هم يتدخلون ويزعلون منك، هذا حقك افرضي وجودك عليهم. بس انتهت قصتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، واذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.